شقيقة كيت ميدلتون التوأم تظهر إلى العلن. أخفت ملامحها لسنوات بعد معاناة والشبه بينهما صادم. تفاجأ البريطانيون بظهور سيدة بريطانية تدعى هايدي أجان إلى الإعلام، حيث ظهرت ملامحها متطابقة لأميرة ويلز كيت ميدلتون، وما كشفته لم يكن في الحسبان. كشفت السيدة البريطانية هايدي أجان التي اشتهرت بشكل واسع بسبب الشبه الكبير بين ملامحها وملامح أميرة ويلز كيت ميدلتون أنها تتلقى عشرات عروض الزواج يومياً والكثير من رسائل التهديدات بالقتل بسبب تشابهها مع الأميرة. وأثارت في حديثها لموقع بيرمنغهام لايف ضجة كبيرة، إذ أكدت أنها عندما بدأت العمل في المجال الترفيهي كممثلة شبيهة للأميرة كيت، فوجئت من ردود فعل الغرباء تجاهها قائلة: عندما كنت أنشر مقاطع لي وأنا أدي شخصية كيت عبر صفحاتي بمواقع التواصل الاجتماعي، تلقيت تعليقات كثيرة تعبر عن الكراهية ورسائل مزعجة، ولكنني مع الوقت تعلمت كيفية التعامل مع الأشخاص السلبيين. ولفتت شبيهة كيت إلى أنها عندما لا ترتدي ملابس شبيهة بأزياء الأميرة فإنها تتلقى ردود فعل مفاجئة أيضاً، حيث يوقفها الكثيرون في أثناء تجولها في شوارع المدن البريطانية معتقدين أنها الأميرة، بينما يبدأ آخرون في إجراء مقارنة بينهما. ولفتت هايدي إلى أن الجميع يحدقون بها، ومنهم من يناديها بلقب شبيهة كيت، بينما يسألها آخرون: هل أنت الفتاة التي تؤدي شخصية كيت؟ وعبرت هايدي عن عدم ارتياحها من هذا الشبه قائلة: أحياناً أشعر بعدم الرغبة في أن أكون شبيهة لكيت ميدلتون وأن يناديني أحد باسمها، فأنا أشعر بضغط كلما تجولت في الخارج، مشيرة إلى أنها بمجرد أن أشاهد الأميرة بفستان جديد أتصفح الإنترنت بحثاً عنه في محاولة للعثور عليه وشرائه. وأضافت: أتابع كل ما تفعله كيت، ولحسن الحظ لم تتغير كثيراً بإطلالاتها وأنشطتها بعدما أصبحت أميرة لويلز أخيراً. يذكر أن هايدي تعمل منذ 10 أعوام في مجال الترفيه كمؤدية لشخصية أميرة ويلز البريطانية، وتنشط على السوشيال ميديا ومشهورة في بريطانيا بفضل الشبه في بعض ملامح ميدلتون.